السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم مقطع مختلف جدا جدا جدا، اول مره يصير في القناه. اليوم راح نجرب الاكل اللي في التيك توك والاكلات اللي في التيك توك والمشروبات اللي في التيك توك. واليوم معي ريال. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. لا تشوف هنا، ناظر هنا عشان ما نجيب لهم الاكل حول كذا. اليوم راح نجرب مطعم اسمه سواب، هبه في التيك توك ويقولون انه رخيص. انا طلبت كل شيء، الاسعار الله كثر خيرك. ترى عازمني الله، حلف علي. لا شوف ايش رايك. ايش رايك في النهايه؟ اتوقع كم السعر؟ اتوقع كم السعر؟ اوه حلوه حلوه. ترى انا يا جماعه جاي والله ما ادري السعر. واذا توقعت غلط تدفع. ما اتفقنا الا اتفقنا. يلا بسم الله بسم الله. هذه هي الكيسه. ريان قال لي لا تكثر. رجيم بعد هون كذا. يوم مفتوح يوم مفتوح. ودي اصدق. قوي قوي قوي. طيب بسم الله. هذا البرجر ها؟ هذا برجرين. اوه كل واحد برجرين؟ لا لا. برجر قسمه نصين. اي كويس كويس. كل واحد جرب، واحده دجاج واحده لحم. حلو 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 حلو. وجايب شيء، بجيب تشيكن وينجز بس انه قلت لا ابغى شيء من اسم المطعم. سواب شيء لسواب. ذكي. وانا مو باعلان ولا شيء، ترى تجربه بس. يعني خلونا ندخل بالفرايزات. ما ادري ايش مكوناتها للامانه، بس فرايز صوص واتوقع انه دجاج او شيء زي كذا، ما ادري. او انه بصل مكرمل، ما ادري. هذا الابتايزر الثاني. شكلها سبايسي. ده حار ولا؟ والله شكله حار. انا ما توقعت تشيكن بايتس. هذا الظاهر انه تشيكن بايتس. ايوه بالضبط. ثاني سواب فرايز. الفرايز هو اسمه سواب فرايز. خلونا ندخل على البرجرات. السلام. ما شاء الله الكريم. طبعا هذا حق ريان وهذا حقتي. يلا بسم الله. 3 2 سباق الوضع. اي يلا. يلا بسم الله. ما تجرب من بعد. 1 2 3. وش حق علي؟ اسم الغدرة. والله كيف؟ البرجر جوسي. والله حلوة. والله دين. بس في شيء ما عجبني. وش؟ ما ادري هل لان تاخرنا في اكلها. ما اتكلم عن بارده. لا ما اتكلم عن بارده. اتوقع شفتها. ما فيها قرمشه. قرمشه ما في قرمشه. انا احب المقرمشه. هذه ما فيها قرمشه ابدا. يعني التشيكن برجر او الكريسبي. الكريسبي تشيكن المفروض انك تسمع ما فيه مره لينه. في ناس يحبون الشيء زي كذا، انا لا احبها مقرمشه. الشيء هذا اتوقع انه نعاب بسبه كثره الصوصات والعسل. حاطين عسل وزي كذا، فمستحيل تصير قرمشه. ممكن ممكن. والله لذيذ. والله لذيذ ما شاء الله. طعم غريب خرافي. مرة لذيذ. ما ادري في الصوصات، شكلها الصوصات والله ابدعوا فيها مرة. ولا الخبزة ترى والله لذيذة. يب خبيبة. لينة وخبيبة مرة. انا احس العسل، اضافة العسل مخلي شيء خرافي. صح والله طعم طعم ما ادري شلون اوصفه. والله دعم. والله صدق دعم مشكلة. الاشياء مقرمشة تطلع اصوات. الثاني برجر اللحم الامانة ذي عجبتني. هذا الجوسي من جد. والله شكله بصل مكرمل وشغل شغل شغل شغل. افضل من الدجاج بمراحل. خرافيه والله. مو خرافيه، جامده. افضل من الدجاج بمراحل. انت عجبك الدجاج اكثر؟ سبحان الله. شوف الناس اذواق. انا ترى اموت في البصل المكرمل. هذه عجبتني مره. حلو. حلوه الدجاج بالنسبه لي افضل. في ما في مقارنه اللحم والدجاج، بس بروح مره ثانيه باخذ الدجاج. على فكره يا جماعه تراها دبل لحم. تصدق يبغون يزودون شويه الصوص. ناشف شوي. ايه ناشف. فيها نشف. فيها نشف شوي. قطح الاشياء شوي يا جماعه. احنا مو بنقاد ما ادري ايش. لا تجربه كل واحد يعطي رايه. بس انا اقول لكم الدجاج لذيذه بس ما فيها قرمش. هذا اللي يعجبني، اللي هو قرمش. اللحم لذيذه بس شوي ناشفه. يعني ما في صوص كذا طالع عليها بزياده. ناشفه. احس اني قاعد اكل لحمه لحالها. حتى الصاره حقتها ما تحس انها جوسي جوسي. صدق والله ناشفه شوي بس انها لذيذه. كلهم لذيذات صدق. في صوص بس انه مو كثير. مره شويه جاي هنا بس النص ما في شيء. احد فيه شوي. يلا يلا على الفرايز. انا والله شبعت صراحه. بس باخذ من هنا لقمه ومن ذيك لقمه. تمام بسم الله. اهم شيء انك تاخذ كل شيء، فهمت؟ تحط دجاج وبطاطس وفرايز وكل شيء. جمع. قصدي صوص. كني طولت في اللقمه. طيب يلا بسم الله. حلو. حلو ولا حليو؟ بارك الله. هذا وش هو الحين؟ دجاج؟ لا لحم وبصل مكرمل، ما في دجاج. لحم نفسه بس عرفت مفروم فتت. شفت لحم برجر لحم بس مفتت. نفس اللي كلناه قبل شوي. حسبت الدجاج والله انقدر به. مو مرة؟ نص نص. للأمانة نص نص. مو بسيء، والله مو بسيء. في ناس بيعجبهم. يا جماعة آخر شيء عندنا تشيكن بايت. هذه أحسها أفضل صراحة من الفرايز كأبتايزرز أو طبق جانبي. أنا أحس إنها حارة. والله يستر لك حارة من جد. خذ أنت وأنا بعصر ليمون بعدين. يا جماعة. جوسي ها؟ والله
نفس ملاحظتي قبل. ما في اي قرمشه، مو كاني قاعد اكل كريسبي تشيكن بايتس ولا كاني قاعد اكل كريسبي تشيكن برجرز. بس كطعم طعم حلو، تحس انه نفس الدجاج بالضبط، نفس ذيك صوص برجر. لا صوص اختلف هذا صح؟ والله نفس عسل بس اكثر زياده ملغمه، صوص عليها اكثر من البرجر نفسه زي كذا. معليش سلوم جنبي قاعد ياكل تشيكن بايتس، والله ما اسمع اي قرمشه ابغى هذي. بس طعمه جيد والله، وطعم حلو ما عليه خلاف، بس لذة انك تاكل تشيكن بايتس وتكون مقرمشه هذه شيء ثاني. طيب نجي تقييم اول، تقييم نمسكها واحده بعدين توقع. طيب عندي فكره، نكتب التقييم نرفع مع بعض. ترتيب ترتيب بالترتيب يلا. اعطيت يا جماعه 8 من 10 وانا 8.5. سلم اعطاه 8.5. جيد تقييم يعني مو بسيء. اي مو بسيء، لا حلو لذيذ لذيذ صراحه. بس انا بشوف بعدين التقييم هذا مع سعره، اذا فعلا رخيص حلو، اذا غالي لا والله بقول ما انصح فيه. طيب نروح برجر لحم يلا. اوكي يا جماعه برجر لحم، اوه انا اعطيته 9 من 10 معليش مقلوب عندكم 9 من 10 سلوم 7 والله قليله. انا ما عجبني مره صراحه، بس انه ينوك فهمت. حلو بس كلامي قبل على حسب سعره، سعره رخيص اتفق مع 9 من 10، اذا غالي بقول لا يمكن انا احس اي برجر اذا ما انت بحاط خضروات لازم تغرق صوص صراحه، انا غابني صراحه. طيب نجي الفرايز. الفرايز فرايز غريب لانه جاي فرايز مع صوصات مع جبن مع لحم، لحم مفروم تقريبا، ما هو تشيكن، ما هو دجاج. فرايز اعطيته 4 من 10 سلم اعطيته 5. انا الحين قال لي ما ابغى انزل على تحت. انا ما عجبني مره، ابغى تعطيه 4 ترى، لاني قل 4 4. لا ترى ملاحظ شيء انه قريبين مره من تقييمات بعض لانه نفس ال. نجي عند اخر شيء تشيكن بايتس، ما هي مقرمشه بنقص 2. ذلت امه ما في مقرمشه، ما في قرمشه يا شباب. 5.5 صراحه. ابيتايزرز انا اقدر ابيتايزرز، اذا ما عجبني بخسف فيه. طيب قرمشه 2 مو بخمسة. ما عجب ترى حتى تشيكن ذا ما اعطيه. انا 6.5 7 6.5 7 يعني، والله جيد للامانه. فرايز هو اللي ما انصر فيه يعني صراحه. انا اكثر شيء عجبني من الاطباق اللي اخذناها برجر اللحم صراحه. انا برجر دجاج. نجي الحين يا جماعه للاسعار. كم تتوقع؟ معك الاسعار تروح؟ طيب عطني شيء واقول كم سعره. والله ما ادري هذه برجر دجاج ولا لها اسم. اس برجر، اي برجر، اسمهم عندهم 4 برجرات سواب. طيب تشيكن اي برجر. طيب اي برجر اللي هو التشيكن قال رخيص. انا بقيسها على المطاعم الثانيه حقت التشيكن وهي صغيره صراحه 28 لحم دبل تراه. اخذني ارجع التشيكن بكنسل. طيب برضو هاي 28 البايت 14 16 16. بالضبط 16 بالضبط. لعبت الابيتايزرز والفرايز 18 16 قريب والله قريب قهر. طيب الدجاج 22. اوه ماي جاد. ناس بيقولون ترى غالي، ترى نتكلم عن متوسط الاسعار. متوسط الاسعار لا والله رخيص والله. يعني في مطاعم ارخص بس جودتها اقل من هذا. طيب واللحم؟ اللحم ب 24. والله العظيم لا حلو صراحه. والله اسعار يعني انت مديك تجي تاخذ لك برجر لحم مع ابيتايزر يعني اقل من 40 ريال تقريبا 30 يعني 40 ريال. 40 شوي. والله حلو. قيمك. بشكل عام اي اوفرول على اسعار والله مره جازتني الاسعار، طعم ما عليه بس بكلمهم يخلون الموضوع مقرمش. بشكل عام المطعم اعطيه 8 من 10. حلو والله. والله انا 8.5 ليش؟ الفرايز خسف فيها مره، كل شيء عجبني الا الفرايز. لحم على البطاطس على الصوص ما عجبتني ابدا. نروح للشيء الثاني. طيب الحين راح نجرب مشروب جديد من ستاربكس، حتى حق ستاربكس الكاشير يقول انه نازل قبل يومين. كنا بنجرب هبات تيك توك وزي كذا، يوم قالنا في مشروب جديد قلنا نجربه قبل الناس نعلمكم هل هو كويس ولا لا، فاخذين له نوعين مثل ما تشوفون. طبعا هو مشروب شوفان، غريب بالوضع شوي، شوفان مدري ايش. في طبعا ثلاث انواع، في الوايت موكا، في الشوكليت. بنطلع لكم صوره الزبده، بطلع لكم صوره. اتوقع بتطلع صوره هنا للمشروب الجديد يعني، وشوفوه. على كلامه انه المشروبات كلها اقل حلاوه، فهمتوا؟ مو بحالي مره يعني. اي يعني زياده القهوه. طبعا شوفوا يا شباب بس التنبيه، عندنا اكثر من شفاط او مزاز، عندنا 4 ها، كل واحد يعني مثلا سلوم بيشفط مره واحده من هنا خلاص بصير لي، وانا بشفط من هنا بصير له. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب شوفوا يا رب ايش الحاله هذه. والله شوف يعني دارك شوكلي يعني ثقيل، مو مره حلو. كويس الحين سوينا سويتش، هذا احسن. ده خايس الله يكرم نعمك، اقصد يعني انه مو مره حلو.
تقول لي قهوة، ما في قهوة كثير. ما في قهوة كثير. دارك شوكليت، دارك مرة يعني مرة، بس طعم القهوة مو باين. هذا الموكي حلو، حليو حليو يا حليو. هذا كنا الايس امريكانو اللي كنت اقول بس شوفان ما ادري انا والله ما اطلب لو تعطيني ببلاش. هي ما طالب انا والله صدق. يقول لي يا ادنى شوكليت افضل شيء، دارك شوكليت از بيتر. جربوا علينا اول ناس. حق ريان يعني اطلب رايس امريكانو لا تطلبونه، هذا حقي لا تقربونه. بس يعطيك العافيه. مقطع مختلف. تقييم طيب ولا ما احتاج تقييم؟ التقييم بلا تقييم. التقييم بدون تقييم. كم تتوقع السعر؟ جبت تدفع سعره. يلا كم تقيمه؟ هذا قيمه، هذا اللي حلو 4، هذا صفر، مو صفر 0.5. انا 1.5. هذا 1.5، انا 0.5. هذا 4. هذا ليش قلت 5؟ عموما يعطيكم العافيه مشادح. اذا عجبتكم فكرة المقطع وتبون نكثر من هذا الشيء مع أشخاص ثانيين، تبون تحت الكومنتات دعمكم، واللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات، قناة ريان في الديسكريبشن. سلام.